الله يسلمك. السلام عليكم. كيف مولانا شيخ؟ طيب الحمد لله. كيفك سيد؟ الحمد لله بخير. أزمك يا سيدنا، بالنسبة للطلاق المعلق. أيوه. بس الطلاق المعلق على فعل الزوج مش على فعل الزوج، يقع ولا ما يقعش؟ أختار أنهما واحد، إلا إذا كان التعليق في الماضي بس. لا يعني مثلا وين مثلا هعمل، لو أنا عملت كذا تبقى زوجتي طالق. هي دي المسألة. أنت تعرف أن أصل الطلاق المعلق مختلف فيه، وأن الجمهور يقولون بوقوعه إذا وقع الشرط الذي علق عليه سواء من الرجل أو من المرأة. لكن لعدم وجود دليل أستند إليه في هذا الباب أقول بعدم وقوعه بكفارة، إنما أقول بكفارة اليمين. بكفارة اليمين. طب هل بالنسبة كمان حاجة تانية، هل ممكن تغيير النية نفسها؟ يعني مثلا أنا قلت مثلا أن هعمل كذا تبقى طالق، ممكن اقول يا رب لا انا مش هعمل، عملت كذا يبقى مش طالق، يعني ممكن يعني اغيرها ولا ما ينفعش؟ يعني امامها ولا وراها يعني كالكلام؟ لا مش امامها، مش امامها، كله لم يكن امامها. لم يكن امامها. لا ما تغيرش النية، زي ما اقول اقسم بالله لن اكل، وبعدين قلت لا يا رب هاكل، لا عليك الكفارة. كفارة. ايوه الله يسلمك. سلام عليكم.